من اخبار النادي الاهلي لجريده الجمهوريه ومراسلنا محمد توفيق، ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وهو معايا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه دلوقتي. في البدايه انا هصبح عليك طبعا يا توفيق، انا وكريم وكل يعني متابعي 10 صفر في الاهلي، ويمكن كل المنشطات النهارده بتتحدث عن اللقاء المرتقب ما بين الاهلي يعني وسيمبا التنزاني، وانا عاجبني قوي المانشيت اللي كان في المساء الرياضي. بص العنوان الاهلي وسيمبا قمه نار ممنوع الهزار. خلينا نعرف تفاصيل منك، اتفضل يا توفيق. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليك ولكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي تابعنا من جميع انحاء العالم. يعني زي ما قلت بالفعل، يعني احنا موجودين النهارده في جريده الجمهوريه، وجورنال المسا طول عمره زي ما قلت المانشيت كده، جورنال المسا طول عمره مشهور بالمانشيتات اللي فيها سجع وفيها يعني جمال اللغه العربيه بيظهر دايما في مانشيتات المسا. فدي يعني عاوز اقول كمان معلومه ان جريده المسا هي اول جريده مسائيه تصدر في مصر، يمكن يعني تاريخ انشائها كان 6 اكتوبر 1956. فدي معلومه كانت لازم تقال، خاصه ان يعني المسا هو احد المصدرات الورقيه التابعه للجمهوريه، وده كان اول جورنال مسائي يصدر في مصر. البدايه بقى في يعني النهارده في جوله ان شاء الله في اهم واخر العناوين سواء في الصحف او المواقع الالكترونيه في مصر والعالم. ويعني قبل ما نبدا في جولتنا نبدا بجدول مباريات اليوم. يعني النهارده في وجبه كرويه دسمه لكل عشاق كره القدم، يعني النهارده في 6 مباريات في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يمكن المجموعه الاولى مجموعه النادي الاهلي، المباراه اللي بنستناها كلنا، البدايه الساعه 3 مساء مباراه الاهلي اللي طبعا بيحل ضيف على سيمبا التنزاني في تنزانيا. في نفس المجموعه المريخ السوداني بيستضيف فيتا كلوب الكونغولي برضو الساعة 3، والمجموعة الثالثة والمجموعة سي بترو أتلتيكو الأنجولي بيستضيف الوداد المغربي 3 مساء أيضا. والساعة 6 بقى هيبقى في نفس المجموعة الثالثة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بيستضيف حرية كوناكري الغيني. الساعة 6 يمكن في مباراة واحدة في الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة، تونجيت السنغالي بيستضيف الزمالك المصري، وفي نفس المجموعة الساعة مولودية الجزائر بيستضيف الترجي التونسي. يعني النهاردة برضو في مباراتين ولا أروع في دورة أبطال أوروبا في دور الـ16. المباراة الأولى هتبقى بين أتلتيكو مدريد بيستضيف تشيلسي، والمباراة الثانية لاتسيو الإيطالي بيستضيف بايرن ميونخ الألماني، والمباراتين هيقاموا في تمام العاشرة مساء. نروح بقى لجولتنا الإخبارية وأهم العناوين النهاردة، والبداية مع جريدة الجمهورية صاحبة الضيافة النهاردة. يتحدى الطقس والضغط الجماهيري الأهلي في مهمة سائرية على الأراضي التنزانية. منشطنا الثاني زي ما ذكرت أنا هوندي في البداية من المسا، اليوم في دار السلام الاهلي وسيمبا قمه نار وممنوع الهزار. الاهلي يسعى للتاكيد الزعامه الافريقيه والانفراد بالصداره، والتنزاني قلبها معركه. كمان في العناوين اليوم نيانت وش السعد يدير المباراه، يمكن ده في اشاره للحكم الكاميروني اليوم نيانت ان هو حكم اكثر مباراه قبل كده للنادي الاهلي، كلهم كانوا في الغالب برضو في دور المجموعات، وكان يعني معظمها الحمد لله انتهى بفوز النادي الاهلي، ويا رب يكون فاق لخير. يمكن اول مباراه كانت للاهلي في دوري المجموعات كان حكمها نفس الحكم الكاميروني، كانت امام الزمالك في نسخه 2013 في دوري المجموعات، المباراه اللي اقيمت على استاد الجونه وفاز فيها الاهلي 4-2، وكانت الحمد لله كان ده مفتاح الانتصار والوصول للاهلي، كان فاز بالبطوله. ان شاء الله يكون فاق لحسن والنادي الاهلي قرر دوت في هذا برضو هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا. بعد كده من يوم 7 رسميا معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهره استعدادا لكينيا وجزر القمر. واخيرا يمكن خبر عالمي معانا من اخبار اليوم، رونالدو يحتفل بفوز اليوفي وتصريحاته كانت انتصار مهم وسعيد لانني قدمت مساهمتي. والحديث اكثر ويعني في التفاصيل اخبارنا النهارده انضم لنا الناقد الرياضي حسام الغرباوي بجريده الجمهوريه. استاذ حسام يعني تحياتي لحضرتك وتحيات الزملاء في الاستوديو. يعني مباراة النهارده مهمة للنادي الأهلي في الجولة الثانية لدور المجموعات، يعني شايف المباراة ازاي، وخاصة في ظل زي ما شفنا في المانشيتات النهارده درجة الحرارة، ويمكن الأهلي في أول المجموعة هو وسيمبا بالتساوي بثلاث نقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي المباراة هتبقى مباراة قوية جدا جدا جدا، ولكن الأهلي طبعا يملك العناصر اللي هي هتديله القوة إن تواجه الصعوبات دي ويقدر إن شاء الله يفوز بالماتش، ونتمنى ده. طبعا هي المشكلة في ان درجة الحرارة عالية جدا هناك في الوقت ده، بتوصل 32 درجة، طبعا ده مع ارتفاع في درجة الحرارة ده ممكن يسبب اجهاد كبير للاعبين، ولكن الجهاز الفني طبعا كلف اللجنة الطبية معاه او الطبيب المنتخب ازاي ان هم يضعوا البروتوكول الغذائي متوازن لجميع اللاعبين بحيث ان يبقى فيه سوائل كتير
الاكل اللي هو بيقدر اللاعب ان هو ما يسببلوش مشكله اثناء المباراه، وما بقاش في عنده اجهاد، يقدر يقاوم، يقدر عنده ما في قوه مناعته عاليه، العضلات مش مجهده. كل ده مشي بشكل متوازي مع التدريب اللي يناسب الاجواء ديت، طبعا الى جانب صعوبتين اخرتين، الى جانب الجو عندنا طبعا 30,000 مشجع تنزاني طبعا هيبقى لانه بيلعب على ارضه، ده هيسبب ضغط، ولكن الاهلي طبعا بخبرته الكبيره وتاريخه الكبير هيقدر طبعا يتصدى ده. طبعا الى هذا الى جانب ارضيه الملعب اللي اشتكى منها موسيماني طبعا، وقال دي ممكن دي تاثر سلبيا على اداء اللاعبين، ولكن طلب من اللاعبين طول عمر الاهلي بيلعب في افريقيا في ظروف اصعب من كده، وكان بيحقق افضل النتائج وحصد العديد من البطولات، وده المعروف عن الاهلي اللي هو بينافس دلوقتي ريال مدريد في حصد البطولات القاريه والعالميه، لانه حقق 21 بطولة، في حين ان ريال مدريد 26 بطولة، ده بيقرب، ده بيدل لتاريخ الاهلي القوي والقدرة على ان شاء الله المواجهة والفوز بالمباراة باذن الله. يعني اخبار تم تداول يمكن الزملاء في الاستوديو يعني ناشدات في بدايه الحلقه، الاخبار المتداوله عن الاهلي بضم صفقات جديده، ولكن الاهلي رد رسميا امبارح على لسان امير توفيق مدير تعاقدات النادي الاهلي، يعني شايف التوقيت هل مناسب يعني لاثاره مثل هذه الامور؟ لا بصراحه هو توقيت غير مناسب خالص، ده من وجهه نظري، لان طبعا احنا المفروض جميع وسائل الاعلام سواء مرئيه او مسموعه او مشاهده ان تركز وراء الفرق المصريه اللي بتنافس افريقيا او عالميا، وبتنقي الاخبار اللي هي تدي حماس للاعبين، لان انا ممكن اعلن ان انا مثلا هضم مهاجم معين ممكن ياثر نفسيا على المهاجمين في الاهلي او الدفاع او خط الظهر او حراسه المرمى، ممكن ده ياثر نفسيا، وبالتالي بالسلب في مباراه هامه زي كده ان هي الاهلي محتاجها ان هو عشان يصقر من سيمبا التنزاني بعد يعوض الهدف اللي جه فيه في اخر مواجهه بيننا بين الاهلي وبين سيمبا، يعوض كل ده، فمحتاج دفعه قويه جدا عشان يحقق الخمس اهداف اللي احنا الاهلي كانت في 2019 في الذهاب، وبعد كده نفسه يحققها في مباراه القادمه ان شاء الله الاهلي، ويصعد دور الثمانيه بقوه، تصدر المجموعه، خاصه ان الاهلي سيمبا متساويين في النقاط، الا ان الاهلي يعني متفوق بفارق هدفين فقط، يعني هو الاهلي 3 اهداف وعنده سيمبا هدف، فطبعا ده هتخلي فيه منافسه قويه جدا في المباراه في وقت اللي هو وقت العصر، ده هيبقى قوي جدا، فمحتاجين دفعه معنويه كبيره لجميع لاعبي الاهلي، فياريت جميع الاعلاميين يلتزموا، خاصه خلف جميع الفرق المصريه اللي بتواجه منافسات شرسه في دوري الابطال، لان احنا عايزين كل الفرق المصريه تحقق افضل النتائج ان شاء الله. يعني النهارده من وجهه نظرك في ظل بعض الغيابات، اهم الاوراق الرابحه اللي ان شاء الله ترجح كافه نادي الاهلي النهارده؟ طبعا احنا شفنا في اخر مباراه، في المباراه اللي هي قبل سيمبا امام المركز السوداني، قدر ان الاهلي يفوز ب3 اهداف ولا اروع، عندنا كهربا، قفشه، بواليا، طبعا دول اوراق رابحه واكيد هيستعين بيهم، وطبعا الى جانب ان هو يعني اللي هو بيرجح ما بين ايمن اشرف ومحمود وحيد، بحيث ان يشوف الدنيا ان ايمن اشرف عنده المشكله في العضله، فان شاء الله باذن الله الاهلي يمتلك كثير من العناصر القادره ان شاء الله على انهاء تحقيق الفوز ان شاء الله. شكرا استاذ حسام، كنت منوره، ونتمنى التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا. يعني نهاوند كريم، لحد هنا بتنتهي جولتنا الاخباريه والصحفيه النهارده، لكن ان شاء الله متواجدين دايما و10 الصبح في الاهلي مستمر ويمتع كل مشاهدينه باذن الله. الكلمه ليكم. احنا مشكورة جدا يا توفيق على هذه التغطية وهذا اللقاء، وبنشكر اكيد كمان زميلتنا العزيزة جدا مريم سميح، شكرا لكم.